مع الحدث مشاهدينا، أهلا بكم. نناقش اليوم معكم موضوع عودة سوريا للجامعة أو الجامعة الدول العربية بعد سنوات من غيابها في مقاعد اجتماعاتها الرسمية، ونحلل ونفصل هذا الموضوع بتدخل من المحلل السياسي عبد الرزاق صغور. أستاذي الكريم، إن كنت في الاستماع أهلا بك. أهلا بك أستاذي الكريم، وشكرا لك على تلبية الدعوة وهذا التدخل. إذن سؤالي الأول أتيك من الأخير ومن الموضوع أو من آخر الأخبار. الملك سلمان، أو نعم أقول بن عبد العزيز آل سعود، وجه اليوم رسالة إلى سوريا أو إلى بشار الأسد للمشاركة رسميا في القمة العربية بجدة يوم 19 ماي الجاري. كيف هو يعني تقييمكم لهذه أو قراءتكم لهذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الجامعة العربية هي التي عادت إلى سوريا وليس سوريا التي عادت إلى الجامعة العربية. اليوم أعتقد أنه كل العرب اقتنعوا بأن وجود سوريا داخل الجامعة هو مفيد وأهم من وجودها خارج الجامعة. كل العرب الآن عادوا إلى نفس المقاربة ونفس الموقف الجزائري الذي نادى وأبقى على العلاقات الدبلوماسية ولم يجمدها ولم يعلقها مع سوريا. إذن اليوم لما الملك السعودي يدعو بشار الأسد إلى حضور القمة في ماي، فهذا طبيعي وعادي جدا. وأعتقد أيضا موقف السعودية كان موقف عظيم. اليوم ضم السعودية أيضا أرادت أن تنجح القمة العربية في المملكة في الرياض، لأنه طبعا الجزائر حضرت تحضير جيد للقمة في الجزائر. الجزائر أسست إلى هذا الوضع الجديد لعودة القمة العربية بعضهم البعض. اليوم ضم السعودية أيضا تلعب في هذا الدور، ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه هذه الدعوة هي طبيعية وعادية جدا، لأن سوريا هي دولة مؤسسة للجامعة العربية. سوريا هي دولة كانت وما زالت وستبقى دولة عربية. الآن الشعوب العربية شاهدوا ولاحظوا وعرفوا كيف أنه بعض الأنظمة العربية التي سقطت في الغرور وفي التدخلات الخارجية، وخاصة ما كان يسمى بالربيع العربي الذي أسس له بعض المتصهينين سواء كان برنار أوري ليدي أو غيرهم. وبالتالي اليوم عودة سوريا هي عودة جميلة وعودة يعني مفيدة للوطن العربي ومفيدة للجزائر بالذات. نعم أستاذي الكريم، لو نعود إلى الجزائر وهو محور موضوعنا اليوم، نتحدث عن جهود الجزائر الرامية لبلوغ هذا الهدف، وهو ما نادت إليه في القمة العربية التي انعقدت بالجزائر نوفمبر الماضي. كيف نقيم هذه النتيجة؟ لا طبعا الإنجاز هو جيد، إنجاز نعتبره جزائري، لأن الجزائر أسست وفعلت وعملت واجتهدت في الدفاع عن سوريا وفي الدفاع عن عودة سوريا، رغم أنه بشار الأسد نفسه اعترف بهذا الدور للجزائر وتكلم مع الرئيس تبون وشكره على الموقف الجزائري، وهذا اعتراف كبير أيضا. إذن اليوم نظن بأن الجزائر دورها كان دائما مهم في القضايا العربية. حرب 67 الجزائر كانت حاضرة، حرب 73 الجزائر كانت حاضرة، حروب الاستنزاف كانت الجزائر حاضرة، مشكل لبنان والطائف واتفاقية الطائف الجزائر هي التي كانت ترأسها، والجزائر هي لعبة دور مهم. إذا الجزائر موجودة، لا الجزائر موجودة وتبقى موجودة في الساحة العربية. لا تعطيها الجزائر هي دولة أيضا محورية. الآن المنطقة الغربية في الجزائر هي الدولة المحورية. الشرق الآن أحدث
بدنا نعرف الآن دور السعودية أصبح أكثر من وين، لأنه الآن مصر حقيقة هي تاريخيا، ولكن مصر الآن إمكانياتها المالية والاقتصادية والموارد لم تعد تسمح لها بلعب الدور الكبير، وخاصة بعد أزمة السودان، بعد ما يحدث في السودان قد أثر تأثير بالغ على مصر. إذا اليوم نظن بأن السعودية تلعب في دور مهم، وهي التي تقوم الآن بالوساطة بين السودانيين مع أمريكا طبعا. إذا عودة بشار الأسد وعودة سوريا إلى القمة فهذا مهم جدا. إذا لا ننسى أبدا بأن سوريا عندها تأثير كبير في العراق، عندها تأثير كبير في لبنان، عندها تأثير كبير في الفلسطينيين. إذا سوريا أيضا تكون محورية أساسية في المنطقة، محور الخصيب هذا والشام. إذا اليوم نظن بأن العودة هي عودة يعني نستطيع أن نقول تفيد القمة العربية، تفيد الجامعة العربية، وأيضا هي مكسب للجزائر، لأنه الآن عندنا صديق وصديق مهم، لأنه يعرف ما معنى مبادئ الجزائر، يعرف ما معنى قيمة موقف الجزائر، يعرف ما معنى دور الجزائر، وبالتالي سوريا نحتاجها داخل التكتلات الجهوية أيضا التي ممكن أن توجد داخل الجامعة العربية. نعم، خليني أطرح عليك هذا السؤال. حسب رأيك أستاذي الكريم، كيف سيكون تعامل الدول المجتمعة في القمة، قمة جدة في 19 ماي المقبل، كيف سيكون تعامل مع سوريا بحكم أنها غابت عن جامعة الدول العربية لسنين منذ سنة 2011؟ لا احنا الان في هذه اللحظه شاهدنا بعض الدول التي كانت تعمل وتفعل على ابعاد واقصاء سوريا، اليوم ارادت ان تلعب في المخدر الطائر، واصبحت تقول نحن ساعدنا سوريا ونحن مع سوريا. لا ما تخافش، هذه البلدان هذه هي الاولى التي سوف تدافع، التي تتبنى الموقف السوري، والتي سوف ترحب وسوف تدعي انها هي التي عملت وقامت بهذه الادوار. لكن نظن بأن سوريا وجودها أساسي، لأنه أعتقد كما قلت لك أنه عندها تأثير كبير في منطقة الشرق الأوسط، سواء مع العراق، والعراق دولة مهمة جدا، سواء لبنان، ولبنان دولة أيضا تلعب أدوار مهمة جدا، سواء إعلامية أو سياسية حتى وثقافية. نظن سوريا مع لبنان والعراق والفلسطينيين ودورها وبقعها وموقفها يسمح لها باش تكون تدخل من باب الوسائل القمة، تدخل من باب الوساوس يستقبل الأسد كداعم وليس كعائد، وإنما الجامعة العربية هي التي ستعود. نعم، سؤال آخر لك أستاذ، في رأيك يعني كيف سيتم إنجاح قمة جدة المقبلة وقمة جامعة الدول العربية في ظل الظروف الجيوسياسية وكذا الأزمات الإقليمية؟ داخل الجامعة العربية للدول العربية فهو مهم. مجرد انعقاد القمة هو نجاح، مجرد حضور الزعماء هو نجاح، مجرد يعني التقاء الزعماء بعضهم البعض هذا أيضا نجاح. وبالتالي نظن بين راعي التعجل القضايا المهمة الكبيرة، اللي هي الآن مشكلة السودان مطروح ومطروح جدا، الآن المشكلة الليبية هي مطروحة على الأمم المتحدة وأصبحت قضية أممية ولم تعد قضية عربية، لأن الأمم المتحدة هي التي متكفلة بالمسألة الليبية، وهي التي تحضر الانتخابات، وهي التي تحاور القضية للمرتين. القضية الفلسطينية الآن عادت إلى السطح، وخاصة مع التفاعل ومع الهمجية الكبيرة التي تقوم بها الصهاينة اليوم في حق الفلسطينيين. إذا لازم على البلدان العربية وخاصة المطبعة منها أن تكون عندها موقف إيجابي من الصراع العربي الصهيوني، وأيضا من الاعتداءات السادرة التي تقوم بها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الآجل. نعم، خلينا فقط نعود إلى قراءة في أهم البيانات، ونتكلم عن البيان الأخير لجامعة الدول العربية الذي أكد فيها الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها، ومن ضمنها أزمة اللجوء، أزمة تهريب المخدرات، وكذا أزمة خطر الإرهاب. لو نقف عند نقطة أزمة اللجوء نتكلم فيها في بضع دقائق. لا طبعا
طبعا اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اللي بيعودوا مجرد لاجئين فلسطينيين، هناك اللاجئين السوريين الذين الان موجودين بالملايين في لبنان وفي تركيا وفي الاردن وايضا حتى في بعض البلدان الاوروبيه خاصه المانيا. هذا مشكله اعتقد انه ليس من مهام الجاليه العربيه وانما من مهام دول سوريا. مجرد عوده سوريا الى القمه العربيه، عوده سوريا الى الجاليه العربيه، اعتقد انها لا تقبل بتدخل قوى خارجيه مهما كان دوحة ومهما كان اتباعها في قضاياها الداخليه، لانه مساله اللاجئين السوريين مساله سوريه سوريه لا سوف تحل عن طريق النظام السوري. اكيد انه ربما يوجد نصائح. الشيء المهم الان الذي سوف تقدمه السعوديه وبعض الدول الى وحتى الجزائر الى سوريا، سوريا في حاجه الى مساعدات ماليه، في حاجه الى مساعدات انسانيه نظرا للزلزال، نظرا للظروف الحرب اللي عشتها وعن الاستقرار. اليوم سوريا تحتاج الى مساعدات، المفروض راح يقدموا لها مساعدات، وهذه المساعدات تكون فيها شروط كيفيه اعاده ادماج اللاجئين المتواجدين في كل المناطق، في هذه المناطق سواء خاصه لبنان والاردن وتركيا. تكلمت عن نقطه جد مهمه وهي زلزال سوريا الاخير، ويبدو انه الزلزال المدمر نقول انه عجل من يعني عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي وتلقي مساعدات من قادة الدول ومن بينهم الجزائر التي كانت أولى الدول التي قدمت مساعدات لدولة سوريا الشقيقة. يعني هي يعني خطوة من الجزائر، تبعتها دول عربية أخرى ودول أخرى. يعني لو نتكلم في هذه النقطة، نقطة يعني تأثير هذه الأزمة أو يعني هذه الكارثة الطبيعية على يعني المحيط السياسي. طبعا انه لا نقول البلدان العربيه، اقول انه الجزائر هي الدوله العربيه الاولى التي كسرت الحصار الذي كانت تفرضه خاصه الولايات المتحده الامريكيه والحلف الاطلسي. اذا ذهاب طائرات عسكريه جزائريه بالمعونه وبالمساعدات وبالرجال المطافي وبالرجال الامن وغيرهم، هذا ايضا نقدر نقول الاول. وبعدين جاءت ما يسمى سنوبول، يعني جاءت كرة الثلج وبدأت الدول العربية الأخرى سواء كانت السعودية الإمارات مصر إلى غير ذلك. إذا الجزائر كانت الدولة الأولى التي ذهبت إلى سوريا بدون أي حساب وبدون أي طلب وبدون إذن من أي جهة، وبالتالي هنا نعتبر بأن الموقف الجزائري كان واضح. الآن لما نتكلم على سوريا ونتكلم عن الزلزال، صحيح الزلزال اثرها وربما في عاطفيه بالنسبه للشعوب العربيه، لكن الانظمه السياسيه لا تتعامل بالعاطفه ولا بالقضايا العاطفيه، ولكن اعتقد انه سوريا كنظام كمؤسسه كدوله نجحت في انتصارها على نفسها، نجحت في انتصارها واعاده الاستقرار داخل سوريا. اليوم سوريا عندها علاقات مع تركيا، سوريا عندها علاقات قويه مع روسيا، سوريا عندها علاقات قويه مع ايران، وبالتالي الان المحيط كله يتغير. السعوديه الان اصبحت صديق ودول علاقات طيبه مع ايران، السعوديه الان تتفاوض مع الحوثيين في اليمن، وبالتالي نظن بانه المتغيرات في حزب داخل المنطقه جعلت من البلدان العربية يتقبلوا رجوع سوريا إلى القمة بكل قلب رحب كما يقولوا. لماذا؟ لأنه الدولة العظمى في المنطقة المشرقية هي السعودية، السعودية التي تملك ناتج إجمالي محلي أكثر من 850 مليار دولار، السعودية الآن مخنطة في الزعال على أساس أنها يعني حتى سبقت سوريا، سبقت تركيا، لأن أصبحت داخل كوميتا أكثر من تركيا، وبالتالي التأثير السعودي كبير. ومن هنا أقول بأنه مجرد ما تمشي الجزائر والسعودية البلدان الأخرى كلها سوف تتحرك، لأنه العراق عندها علاقات ولبنان عندها علاقات وفلسطين عندها علاقات، البلدان الأخرى التي علقت العلاقات ورثت نفسها في يعني شفنا انه زياره الاساتذه الامارات العربيه المتحده، وبالتالي الان نظن بانه الطوق الذي كان محظور كان مفروض على سوريا اصبح غير موجود، والان سوريا عادت الى حضن الامه العربيه، الى حضن الجامعه العربيه، ونبارك ونحن سعداء الجزائر بهذا الموقف، لانه يعتبر موقف جزائري حتى يعني بكل امتياز.
نعم، سؤال آخر أستاذي الكريم، لو نتكلم عن يعني المستقبل ونتكلم عن يعني جامعة الدول العربية في اجتماعها أو في دورتها القادمة بالسعودية بالمملكة العربية السعودية وبجدة، ونتكلم عن يعني أهم النقاط التي من الممكن أن تطرح من قبل سوريا، يعني في رأيكم كمحلل سياسي ما هي أهم النقاط التي سوف تعالجها سوريا؟ لا يعني بالنسبة لي عودة سوريا تكفي. أما بالنسبة نتكلم عن القمة العربية في السعودية، أكيد أن السعودية الآن عندها عصمامة، أكيد أن عندها أجندة كيف يمكن أن تخرج هذه القمة بنتائج جديدة. نحن نعلم أن السعودية كانت قدمت اقتراح في مؤتمر لبنان حول القضية الفلسطينية، وهذا الاقتراح ما زال قائم، وهذه المبادئ ما زالها قائمة إلى اليوم. السعوديين الآن يملكون كل الأوراق وكل الوسائل كل الإمكانات اللي تسمح لهم باش يقترحوا حلول ونتائج جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وغيرها. بس أيضا المشكلة ربما الرئيسية التي تعاني منه الجميع العربية، وربما السعودية ستلعب دور والجزائر هي دائما تطالب به، وهي كيفية تدوير مصر بعدين دعم الجامعة العربية، إعادة هيكلة الجامعة العربية، إعادة على الأقل إصلاحات داخل هيكلة الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية أصبحت أقدم وجامعة يعني مؤسسة منظمة عالمية، ولكنها تعمل بطريقة قديمة جدا أرشيك، بمعنى اليوم الذي العام هو محصور على دولة واحدة، وهذا غير مقبول تماما، بمعنى أنه تدوير منصب الذي العام عدم تركيز على الموظفين تاع الجامعة العربية من دولة واحدة، توزيع يعني بمعنى أنه عامل الجامعة العربية تقوم بإصلاحات، وربما السعودية ستلعب دور في هذا الوضع وفي هذه الحالة وفي هذه نعم. أستاذ صغور، قبل يعني الإعلان عن عودة سوريا لجامعة الدول العربية، عقبها يعني اجتماع عمان بشأن سوريا ودعم المجتمع المدني لها، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته بالجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بمصر بالقاهرة، تكلم عن الاقتناع بأن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو حل سياسي بملكية سورية خاصة بدون تدخل يعني خارجي، أو يتطلع لمواصلة خطوات تطبيق اجتماع عمان. لا ما يبدو لي أنه بعض الدول التي كما قلت سابقا أنها تحاول وتلعب بالوقت بدل الضائع، بمعنى أنه اليوم تحاول ركب الموجة وتحاول الآن أعطاها نصائح وش الناس قادرين. أعتقد أن السوريين عرفوا كيف يخرجون من أزمتهم، عندهم كل الإمكانات وكل المعطيات وكل الأدوات اللي تسمح لهم كيف التعامل مع أمهم. ظن بأن هذه الدول الآن لما تجتمع، هذه الدول هي التي كانت ترفض يعني وجود سوريا، يعني التي ساعدت وساهمت وفعلت إخراج سوريا من الجامعة العربية وعلى الأقل تعليق عضويتها. ضمن هذه الدول الآن هي تحاول على الأقل كسب بعض المكاسب السياسية، ولكن من طلب أن المسألة أكبر من هذه الاجتماعات الثانوية، هذه الاجتماعات التي تكون هنا وهناك في قمة عربية. القمة العربية الآن الجزائر سوف تسلم القمة إلى السعودية، الجزائر عندها كل الإمكانات وكل الموارد السياسية تسمح لها باش تدافع على موقفها، السعودية عندها أيضا كل الإمكانات والموارد اللي تسمح لها باش تفرض رأيها في قمتها، وبالتالي البلدان الأخرى الآن تحاول تجد لها مكانة تظل، ويحاولوا أيضا ربما تمديد وربما يعني تعطيل تصلاحات الجامعة العربية، لأنه لازم إذا تكلموا على جامعة إلى منظمة تجمع العرب حقيقة لازم نمشي إلى إصلاحات، وهذه الإصلاحات تكون بمثابة كيفية خلق اتحاد عربي حقيقي، سوق عربي مشترك حقيقي، تنقل الأفراد بكل بساطة. إذن اليوم بأنه الموقف هذه البلدان يعني لا يؤثر كثيرا، والمهم وأهم شيء أن سوريا عادت إلى القمة العربية والجامعة العربية.
نعم عبد الرزاق صغور المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة القيمة. إذن مشاهدينا كان هذا الموضوع الأول لنهار اليوم من حصة مع الحدث، نلتقي في الجزء الثاني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حصة مع الحدث في جزئها الثاني، ونتطرق إلى موضوع اجتماع الحكومة الأخير الذي ترأسه وزير الأول أيمن بن عبد الرحمن 10 مايو 2023، الذي انعقد بقصر الحكومة. إذن تطرق إلى العديد من النقاط، ولعل من بينها مجال العدل. إذن لإثراء الموضوع والنقاش في هذا الموضوع أسعد باستضافة معي على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن صلاح المحامي، إن كان في الاستماع. أهلا بك أستاذ الكريم. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. نعم أهلا بك أستاذي الكريم. إذن اجتماع الحكومة الذي انعقد بقصر الحكومة مع مجالات عديدة أو مجالين مهمين، وهو مجال العدل وكان مجال الاقتصادي. نبدأ بالمجال العدل. إذن لتعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ونظرا لتفاقم حالات تعدي على هذه أراضي الدولة في السنوات الأخيرة، درست الحكومة في اجتماعها الأخير مشروع التمهيدي لقانون متعلق بحماية أراضي الدولة المقدم من طرف وزير القطاع ووزير العدل. ما هي قراءتكم القانونية في هذا المشروع؟ نعم حقيقة الأمر هذا القانون مهم جدا. لماذا؟ لأنه يغلق ثغرة قانونية أو أقول ثغرتين قانونية كان معروف بهما هذا المجال، وهو مجال العقار خصوصا من ناحية الاعتداء على ملكية الدولة. كيف ذلك؟ عرفت الجزائر العاصمة خاصة وعدد كبير من المدن الجزائرية في الفترات الأخيرة وخصوصا منذ العشرية السوداء ظاهرة البناءات الفوضوية. هذه الظاهرة التي تميزت بنشوء أحياء كاملة، أحياء جديدة وليس فقط مجرد سكنات فردية هنا وهناك، هذه الأحياء التي أقيمت على أراضي ملك للدولة بدون أي وثائق، بدون أي مستندات، لا تحترم الطابع العمراني، لا تحترم قواعد البناء، بالإضافة إلى أنها شكلت اعتداء على أراضي فلاحية أو أراضي مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية أو أي قطعة شاغرة كان يتم بناء سكنات فوضوية عليها. ليس مجرد سكنات، وإنما ظهرت أحياء كاملة وكان من الممكن أن تتطور لتصبح مدن قائمة بذاتها. إذن هذا القانون بعد إزالة هذه البناءات الفوضوية وترحيل شاغليها، هذا القانون جاء ليتصرف في القطع الأرضية المسترجعة التي كانت تستغل من قبل هؤلاء الساكنين الغير شرعيين كمحل بناء سكناتهم الفوضوية. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية القانون أيضا تطرق إلى معالجة سبب نشوء هذه البناءات الفوضوية وكيف أمكن السماح لهؤلاء بالتطفل والاستيلاء على أراضي الدولة وسط صمت وغياب المصالح المعنية. إذن القانون قام بسد هذه الثغرة عن طريق تشديد العقوبات تجاه كل ما يتم تهاونه، أولا في حماية أراضي الدولة، في التساهل مع هذه البناءات الفوضوية، وأيضا في تجاه المعتدين على الأراضي الشاغرة التابعة للدولة والذين يقومون بوضع اليد عليها وتحويلها إلى فضاءات لإنجاز مساكنهم الخاصة، ثم سواء يتم ترحيلهم إلى سكنات جديدة أو يقومون بتسويتها فيما بعد. نعم سؤال آخر فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني كيف ستتم المتابعة القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار بسلامة المواطن؟ المتابعة القانونية، هناك متابعتين إذا على حسب المشروع التمهيدي المقدم للمناقشة. هناك نوعين من المتابعة، هناك متابعة ضد المعتدي على الملكية العقارية للدولة، على ملكية على الأراضي العقارية التابعة للدولة، سواء بالاستيلاء عليها أو بإقامة بناءات غير مرخصة وغير شرعية أو ما يعرف بالسكن الفوضوي عليها، وأيضا على المصالح المكلفة بالرقابة التي تتقاعس عن أداء واجبها. وهنا ستكون هناك متابعة آنية
يعني فور تسجيل الاعتداء، وايضا لاحقا بعد تسجيل الاعتداء والاستيلاء على الاراضي التابعه للدوله. نعم، سؤال آخر أستاذي الكريم، فيما يخص يعني بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال، يعني نتكلم عن نقطة جد مهمة وهي نقطة الشفافية في الأحكام وفي تطبيق القانون في هذا الموضوع وفي هذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. القانون يعالج كما قلت ظاهرة الاعتداء على ملكية الدولة من طرفين، سواء من طرف المواطن الذي يستغل ضعف أو غياب الدولة في مناطق معينة من أجل القيام بتحويل الملكية العقارية لصالحه عن طريق استغلال الأراضي أو البناء عليها، وأيضا كما قلت المصالح المكلفة بالحفاظ على ثروة الدولة على ملكية الدولة والتي تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال منع الاعتداء على ملكية الدولة أو منع إكمال أشغال البناء على ملكية الدولة، لأنه تم تسجيل لما لاحظنا في قضايا الهدم التي عرفتها مثلا ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازا مؤخرا، أين تم هدم بنايات مكتملة، كان السؤال الذي طرح سواء من طرف السلطات ومن طرف المتابعين ومن طرف حتى المواطنين والرأي العام هي أين كانت مصالح الرقابة عندما كانت هذه البنايات أو كان هؤلاء المرقون العقاريون أو هؤلاء المواطنون يقومون أو المعتدون يقومون بإنجاز أشغالهم. لو كانت مصالح المكلفة بالرقابة قائمة بواجبها كما ينبغي ما كان الأمر ليصل إلى درجة هدم بنايات كاملة مكتملة وجاهزة للاستغلال والسكن. نعم، سؤال آخر تكلمتم في البداية على الذين اعتدوا على أراضي الدولة في التسعينات، كيف سيتم تسوية وضعيتهم في رأيكم؟ أعتقد أن هذه المسألة قد طويت من خلال الانتهاء من ترحيل كل الساكنين في السكنات الفوضوية خصوصا في مدينة الجزائر وفي برنامج مدينة العاصمة مدينة خالية من السكن القزديري أو السكن الفوضوي. ستم إعادة ترحيل هؤلاء الشاغلين إلى سكنة جديدة، العملية التي سمحت باسترجاع كمية كبيرة أو مساحات كبيرة من العقارات التي توجه ووجهت لإنجاز مشاريع عمومية. هذا القانون يأتي الآن من أجل أولا حماية العقارات الشاغرة الموجودة وأيضا من أجل منع تكرار هذه الظاهرة كما أوضحنا في بداية التدخل. نعم، نتكلم الآن عن شق آخر وهو في ذات الموضوع عن الأراضي، ولكن في هذه النقطة عن الأراضي الفلاحية، حتى يعني الأراضي الفلاحية لم تسلم من يعني الاستيلاء من قبل يعني المواطنين فيما يخص يعني بصفة غير شرعية، أقول يعني في قراءتكم في هذه النقطة فيما يخص يعني الأراضي الفلاحية على غرار يعني المناطق يعني الساكنة. هي في البداية أود أن أشير إلى أنه في هذا المجال هناك على الأقل ثلاثة نصوص قانونية سارية المفعول تعنى بالحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي، مثل قانون التوجيه الفلاحي وأيضا قانون التهيئة والتعمير وأيضا حتى قانون العقوبات. هذه النصوص القانونية تعاقب على الاعتداء على الأراضي، تعاقب على البناء بدون رخصة، تعاقب أيضا على تغيير الطابع الفلاحي للأرض، ولكن الأحكام التي تأمر بها أو التي تنص عليها هي أحكام مخففة، يعني في معظم الأحيان تكون العقوبة لا تتجاوز الغرامة في بعض الحالات. أقول النص الجديد شدد العقوبة في هذا المجال مما يسمح بتحقيق الردع الذي كان ناقصا في ظل النصوص القانونية الموجودة. نعم، نتكلم الآن عن نقطة أخرى وهي أبعاد هذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة ومحافظة عليها، يعني ما هي أبعادها حسب رأيكم؟
رأيي أن هذا القانون يأتي أولا لسد الثغرات التي كانت موجودة فيما يخص حماية الأملاك الشاغرة للدولة وخصوصا قطاع الأراضي، ثانيا تكريس أو تشديد العقوبة على المعتدين على أراضي الدولة وخصوصا الأراضي ذات الطابع الفلاحي، أيضا إغلاق الثغرة المتعلقة بمسؤولية المصالح المكلفة بالرقابة والتي كانت يعني في بعض الأحيان تتهاون في إنجاز واجبها المناط بها والمتعلق بحماية أملاك الدولة. نعم أستاذ عبد الرحمن صالح، شكرا جزيلا لك على كل هذه على هذه المداخلة والتوجيهات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نستكمل موضوع في هذا الموضوع، ودائما في اجتماع الحكومة الأخير الذي رأسه السيد أيمن بن عبد الرحمن وزير الأول، إذن نتكلم عن الشق الاقتصادي، نتكلم عن المالية، نتكلم عن النقل وكذا الفلاحة، وإضافة إلى الانتقال الطاقوي، مجال الانتقال الطاقوي والمناجم. إذن أسعد باستضافة معي على عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي، إن كنت في الاستماع أستاذي الكريم أهلا بك. نعم أستاذ عبد القادر سليمان، إذن في انتظار المكالمة الهاتفية. إذن حسب البيان، بيان اجتماع الحكومة الأخير، إذن ترأس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن الأربعاء اجتماع الحكومة انعقد بقصر الحكومة ودرس العديد من النقاط منها المالية، الفلاحة، مجال النقل وكذا الانتقال الطاقوي والمناجم، المناجم وكذا العدل كما تطرقنا إليه في البداية. إذن نتكلم عن مجال المالية. إذن وزير المالية عرض مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بصفقاته العمومية. وزير الفلاحة أيضا عرض المشروع التمهيدي لقانون متعلق بالغابات وثروات الغابية. إذن عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي معي على عبر الهاتف، أهلا بك أستاذ. مساء الخير، شكرا لك. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا أستاذي الكريم نتكلم اليوم عن الاجتماع الأخير للحكومة، إذا تكلم أو اجتمعوا على العديد من النقاط منها المالية، إذا نبدأ بمجال المالية. إذا عرض بهذا الاجتماع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الذي يرمي إلى تأطير الصفقات العمومية نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج. إذا القراءة الاقتصادية لهذا المشروع قانون. صحيح، يعني مع الزخم الكبير اللي تشهده الجزائر من خلال قانون استثمار جديد والعديد من التعديلات والقوانين منها قانون النقد والصرف، فنجد أنه قانون الصفقات العمومية يعتبر كذلك من أحمدة وأركان يعني الدفع بالاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بشطره، يعني كيفية يعني تقنين الصفقات العمومية. نعرفه أنه هذا المشكل طرح كثيرا من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الشباب المقاوم. نعم نعم أستاذ سليماني، إذا خلل في الاتصال الهاتفي، إذا في انتظار. نعم أستاذي الكريم نواصل معك الشق، وأقول نعم في انتظار تصليح الخلل التقني للمكالمة الهاتفية. إذا الأستاذ عبد القادر سليماني يتكلم أو تكلم عن هذا المشروع وأبعاد هذا المشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. إذا هذا القانون للتذكير فقط يرمي إلى تأطير الصفقات العمومية على النحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي. إذا مع أخذ بعين الاعتبار تشجيع الإنتاج وأداء الإنتاج المحلي على حد سواء. إذا نعاود الاتصال بعبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي. أستاذي الكريم أنت في الاستماع الآن. كما قلت لك يعني انه قانون الصفقات العموميه ومن ركن اساسي من اركان يعني تدعيم الاقتصاد الوطني، خصوصا مع الزخم الكبير الذي عرفته الجزائر في السنتين الاخيرتين من خلال قانون
يعني قانون الاستثمار الجديد بحلته الجديدة الذي يهدف إلى خلق مناخ أعمال واستثمار وإرجاع الثقة خصوصا لدى الشباب المقاول والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف الجزائر إلى الوصول إلى تقريبا 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة. فيجب على يعني الدولة أن يعني تمد هذه الشباب بآليات من أجل تحفيزهم أنهم يديوا يعني نصيبهم من الصفقات العمومية التي كانت حكرا ربما على المؤسسات ربما العمومية الكبرى وبعض يعني المجمعات يعني الخاصة. نعم، نتكلم أيضا عن الموضوع، وجاء في نص المشروع إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة. إذا نتكلم عن رقمنة الإدارة في هذا المجال، مجال المالية. إذا الرقمنة حث عليها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مرارا وتكرارا، وقال أن الرقمنة يجب أن تكون في كافة المجالات. وكيف ترون هذا القرار، وكيف هي يعني المستجدات او ما هي المستجدات فيما يخص قرار الرقمنة خاصة في مجال المالية؟ عندما نقول الأستاذ سليماني، عندما نقول أنه الرقمنة، نقول تحييد البيروقراطية وتحييد العمل الإداري أو ذلك ربما المسؤول الإداري الذي ربما يتحكم في كل آليات الاستثمار والاقتصاد. نعرف اليوم أنه الاقتصاد يعني الاقتصاد الرقمي والاقتصاد اللامادي، لأنه اليوم عندما نتكلم على ملفات يعني بيروقراطية كبيرة، يعني نعطيك مثال أنه اليوم من يريد الاستثمار في ولاية داخلية على الأقل يجب أن يذهب على الأقل إلى 15 مدير محلية. لا يعقل، يعني اليوم رانا نتكلم على شبابيك موحدة، نتكلم على انه المستثمر الاجنبي يلج هذه البوابات الالكترونية، يعني البوابات او المنصات الرقمية، ويعني نفتح المجال امام يعني عدم التدخل او تحييد البيروقراطية التي لا طالما كبرت العمل الاستثماري والعمل الاقتصادي. فانا ارى انه وزارة المالية ماضية في هذا الاتجاه انه ترقم كل آليتها خصوصا الضرائب والجمارك. واليوم رانا نشهد يعني عمليات بالنسبة للصفقات العمومية، أنه اليوم من يريد يعني أن يدخل ويدي صفقة عمومية في أي مجال، أنه بفضل الرقمنة بفضل البوابات ومنصات الرقمية يعني تكون هكذا، تكون الثقة وتكون الحظوظ متساوية بين كل الفاعلين الاقتصاديين. نعم أستاذ سليماني، نتكلم الآن عن مجال النقل الذي كان على طاولة النقاش في مجلس الحكومة، أو نعم أقول اجتماع الحكومة الأخير. إذا تكلموا عن يعني الخواص وكذا تسهيل حصول متعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي، ونحن نعلم أن الحكومة تتجه نحو خصصة النقل الجوي. إذا هذه النقطة جد مهمة للاقتصاد الوطني أستاذي الكريم. كما يعلم يعني العام والخاص أنه النقل واللوجستيك هو شريان الاقتصاد الوطني وكل اقتصاديات العالم. شوفوا اليوم أمريكا أو الصين ربما يعني اعتمدت على السكك الحديدية، على النقل الجوي، على النقل البحري. فاليوم نرى أنه يعني الجزائر بحاجة ماسة إلى أن تفعل يعني آليات، إما عن طريق خصوصة الخطوط الجوية الجزائرية أو فتح المجال أمام الخواص أو شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الولوج والاستحواذ على السوق الذي يعتبر سوق كبير. يعني اليوم نتكلم على أكثر من 35 مطار أو 38 مطار جزائري، نتكلم على وجهات جزائرية خصوصا مع إفريقيا وخصوصا مع إفريقيا مثل داكار، مثل موريتانيا، مثل نيجيريا، مثل كوت ديفوار. فيجب تكون عندنا حظيرة أو يعني فلوت من الخطوط، خصوصا خطوط كارغو. اليوم نتكلم على يعني ترويج بيع يعني المنتجات والسلع الجزائرية خصوصا يعني الخضر والفواكه وبعض المنتجات والألبان. فيلزم لنا يعني تكون عندنا حظيرة قوية، فلوت من طائرات كارغو. فيجب فتح المجال الخواص، وحتى تكون هناك شراكات وفتح رأس مال الخطوط الجوية الجزائرية باش تصبح يعني شركة عمومية أسبية وتكون لديها النجاعة والمردودية المالية والاقتصادية، من يعني تكون أكثر تنافسية. لأنه اليوم الشركات الأوروبية والشركات العربية راح تستحوذ على يعني على يعني الحصة الكبرى من السوق، خصوصا يعني السوق الإفريقية والسوق المغاربية. ولما لا تصبح الجزائر يعني هي ترانزيت بين أوروبا وبين إفريقيا وبعض الدول العربية. نعم عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف في هذا الموضوع، شكرا جزيلا.
الجماعة. إذن مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، تابعتم حصة مع الحدث، شكرا لكم.